أول ما يوجب التخلف هو الفكر المنحط، فإن الإنسان يسير حسب فكره. إذا رأيت الصحف تتكلم بكل حرية عن أي شيء من الشؤون، وتنتقد من تشاء من الأفراد والاتجاهات، وتنصح وترشد كما تريد، فاعلم أن الحرية تحكم البلاد. إذا أريد من الإعلام أن يكون في المستوى المطلوب، فيجب أن يعبر عن فكرة سليمة ويكون هدفه نبيلا.